سنغافور ودخول قوي للركن الأحمر اللاعب ملك زادة في من قرقستان جعفر المراج. يأتي له بالمرصاد في الركن الأزرق لاعب منتخب الكويت الشقيق جعفر المعراج في الركن الأزرق. كل التوفيق لمنتخب الكويت الشقيق. استعداد لبداية الجولة الأولى مع النصائح الأخيرة من المدرب في الركن الأزرق واطمئنان من الحكم السنغافوري على معدات السلامة والوقاية لكلا اللاعبين ثم يجمعهما معا إلى منتصف الحلقة وإعطاء إرشادات السلامة بإبقاء الرأس عاليا وعدم الضرب تحت الحزام ثم السلام أو المصافحة في عرف ملاكمة الهواة لإثبات الروح الرياضية. يا اللاعب اللاعب القرقستاني إسرون بيك يجابه الكويت ويمثلها اللاعب جعفر المعراج. لكمة قوية يمنى من لاعب الركن الأحمر نحو الركن الأزرق الذي يبدو حذرا في بداية اللقاء. 1-2 تخطئ الهدف. لكمة يمنى مستقيمة. الخبرة والابتداء بالجذع من الركن الأحمر ولكمات قوية منذ بداية الجولة الأولى. لاعب الكويت يتحرك بحرص وحماية. اللاعب جعفر أتمنى لك التوفيق يا جعفر. لكمة يمنى من الركن الأحمر تصيب الركن الأزرق وتصيب الهدف ولكمة قوية من الركن الأزرق. اللاعب إسنور بيك من قرقستان يقوم بقراءة الخارطة والتعرف إلى دولة الكويت العربية الشقيقة التي يمثلها جعفر ونتمنى له التوفيق. لكمة قوية من الركن الأحمر لكن في القفاز. لكمة خطافية يسرى لا تحتسب اللكمات المسددة نحو القفاز. كما ذكرنا يجب أن تحمل جزء من حمل الجسم والوصول بوجه القفاز نحو الهدف. هذه تسمى كواليتي بانشز اللكمات ذات الجودة. مجموعة من اللكمات. لكمة جميلة من جعفر نحو الجذع. لقاء حذر من الجانب الأزرق ودراسة من الركن الأحمر. لا تحصر نفسك في الزاوية. لكمة قوية يمنى من اللاعب الركن الأحمر تصل إلى الهدف للركن الأزرق. مجموعة من اللكمات. جعفر يجب عليك الانتباه لهذه اللكمات القادمة من قرقستان والحكم يطلب من الركن الأحمر عدم الدفع. يمنع الدفع في ملاكمة الهواة وفي سلسلة الأيبة في جميع المنافسات. لكمات نحو الجذع من الركن الأحمر. لكمات متتالية. لكمات قوية ذات جودة قادمة من قرقستان ومن جبال قرقستان تأتي لكمات نحو الجذع. عليك الحذر يا جعفر. أشقاؤنا في الكويت ينتظرون منك خبرا سارا. انتبه للكمات الجذع التي يجيدها اللاعب الساوث بو الركن الأحمر اللاعب القرقستاني. تنبيه باللعب فوق الحزام وعشر ثواني حتى نهاية الجولة الأولى وبإذن الله جعفر منصور إن شاء الله العودة إلى القواعد سالما وأخذ قسط من الراحة وبعض التعليمات التي تأتي من الخبرة والحنكة للمدرب للسيطرة على مجريات اللقاء. قرقستان أبدا ليست بالخصم السهل واختبار قوي للاعب الكويتي جعفر المعراج. لكمات مؤثرة قوية. انظروا لهذه اللكمة نحو الجذع. لكمة ليفر بانش قوية. لكمة يمنى قوية. أنا شخصيا قد أسقط من لكمة مشابهة لكن اللاعب جعفر يتحمل هذه اللكمات القوية. لديه رؤية ولديه حلم
يوشك على تحقيقه بإذن الله والعودة إلى الكويت بفرحة بعد تحقيق النصر. يمنع الدفع حيث توجه الحكم وأشار الكرون الأحمر بعدم الدفع بكلتا اليدين. بداية الجولة الثانية وفي مستهلها يبدأ الركن الأحمر بمحاولة التهديف أو اللكم على منطقة الهدف، واللاعب جعفر له بالمرصاد مجموعة من اللكمات، لكمة صاعدة يمنى من الركن الأزرق، إتباع خطافية يمنى من اللاعب الركن الأحمر. اللاعب القردستاني يتحول في وقفات الاستعداد ويمزج اللكمات المستقيمة والخطافية نحو الجذع، يهجم بشراسة في هذه الجولة. لاحظوا معي انه يتوجه نحو الجذع، عليك الهروب من الزاوية يا جعفر، لا تحصر نفسك في الزاوية، القاعدة الأولى في الملاكمة. عد إجباري على اللاعب جعفر لسلامة اللاعب، حيث تم الدفاع السلبي لفترة وجيزة اعتبرها الحكم مستوجبة للعد لإعطاء اللاعب فرصة للتمالك النفسي، ولكن قوية يمنى من لاعب قرقستان. واللاعب القرقستاني يبدو بصورة أكثر شراسة، والتحول للأرثوذكس لوضعية الاستعداد عن طريق اليد اليمنى ولكمات قوية مجموعة من والحكم يوقف اللقاء لانسحاب ركن على زرق للأسف. نعم يا جعفر، تحملت مجموعة من اللكمات القوية التي ستثمر في المستقبل في اكتساب العديد من المهارة والصبر والمثابرة والحرص على الفوز في المرات القادمة. لاعب قرقستان لم يكن أبدا بالخصم السهل، حيث قرر المدرب أنه يكفي هذا اللقاء وصولا للجولة الثانية، وقرر العودة باللاعب إلى محطة التدريب والبدء المسيرة من جديد. في انتظار القرار الذي سيعلن فوز لاعب قرقستان بانسحاب الركن الأزرق، نرجو التوفيق لكل الدول العربية المشاركة في البطولة. اللاعب إيسرنبيك من قرقستان في الركن الأحمر يفوز بعد الدخول بصورة شرسة في الجولة الثانية وتسديد مجموعة من اللكمات نحو الجذع، اللكمات التي يتقنها أبطال شرق آسيا القادمون من الجبال، قرقستان، كازاخستان، أوزبكستان، واستهدافهم للجذع تحديدا في المنافسات. اللاعب جعفر قام بتأدية بعض اللكمات القوية أيضا ولم يكن بخصم سهل، حتى قرر المدرب العودة به مرة أخرى والبدء من جديد، مسيرة نجاح إن شاء الله في المستقبل. سنرى هذا البطل يوما ما يمثل دورة الكويت في المحافل الدولية ويفوز في المرة القادمة. لكمات قوية تعرض لها، ولكن لا تحصر نفسك في الزاوية، هذا الدرس تعلمناه اليوم معا صديقي جعفر، ومبروك لإسمبك. اللقاء القادم لازلنا في وزن الديك.